يقول اذا اقيمت الصلاة وانا اصلي السنة هل اقطع صلاة السنة او اكمل السنة؟ في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اختلف العلماء اذا هو اجمع على انه اذا اقيمت ما يدخل في نافلة، ما يبتدي نافلة بعد الإقامة، هذا بالإجماع. لكن لو أقيمت وهو في النافلة في أثناء النافلة فهذا من العلماء من يقول يكملها خفيفة ويلحق بالصلاة، ومنهم من يقول يقطعها عملا بظاهر الحديث. ولعل الأقرب إن شاء الله أنه إن كان في آخرها في آخر النافلة يكملها، لأنه ما فوت عليه شيء كثير. أما إن كان في أولها يقطعها.